عايزة أوجه كلمة لأهم حد عندنا. أهم حد هو الطفل، أطفالي وحبايبي. أنا جدة وأنا أم، فحابة أن أنا أقول لكم حبايبي في حاجات أنتوا حلوين وجمال ودايماً بتدلنا البسمة الجميلة، فعايزينكم تهتموا بسنانكم. لازم نغسل سناننا بعد الأكل، ونغسل سناننا قبل ما ننام وأول ما نصحى من النوم. نهتم جداً عشان تسويس السنان هيعرض صحتنا لحاجات مش حلوة. طيب الحاجة التانية، نغسل إيدينا. نغسل إيدينا إمتى؟ نغسل إيدينا الصبح، هنغسل إيدينا أول ما نوصل المدرسة، قبل ما نسيب المدرسة، أول ما نوصل البيت، قبل ما نخرج من الحمام، وبعد ما نعمل أي حاجة، بعد ما نلعب ونجيب لعبنا هنغسل إيدينا. غسيل إيدينا هيبعد عننا أمراض كتير. طيب يلا بينا نفكر، يلا بينا نستوعب ونقول هنبطل نلعب كتير بالموبايل، هنبطل نلعب كتير بالتاب أو باللابتوب. إيه رأيكم لو نقعد مع ماما وبابا وإخواتنا وأصحابنا؟ إيه رأيكم لو نقعد نرسم، نقعد نلعب ألعاب مفيدة، ونذاكر الهومورك، ونسمع حواديت ونقرأ؟ نجرب وحنشوف الوقت هيعدي أحلى وأجمل. عايزين دايما نبعد عن الأماكن الزحمة ونسمع كلام ماما. إيه رأيكم لو أكلنا كويس؟ لازم نخلي في أكلنا، نهتم بالفاكهة، ناكل برتقان وناكل تفاح، ناكل أي فاكهة ماما بتحطها هتبقى فيها حاجات مغذية. نهتم جدا بالساندوتش اللي ماما بتديه لنا في المدرسة، نشرب اللبن، ونخلي ماما بقى تقعد تحكي لنا حكايات حلوة، وأي حاجة نسمعها برة وحد يقولها لنا نسأل عليها بابا وماما. بنحبكم وبنتمنى لكم كل الخير.